الدور التربوي لمراكز تحفيظ القرآن الكريم وأثرها في توجيه الناشئة التوجيه السليم. تحت شعار رفع الأذى عن الطريق انطلاق حملة نظافة تطوعية ببلدية الأصابعة بمشاركة أهالي البلدية. جولة ميدانية لمطار معتيقة الدولي لمتابعة سير العمل بالمطار ورصد لحركة الطيران. صباح جديد على كل المشاهدين والمستمعين، ونذكركم بأنكم تقدروا تشاركوا بصباحاتكم في طريق عملكم قهوتكم على هاشتاغ يوم جديد. تعتبر الزاوية لحفظ القرآن الكريم أو الكتاب قديما في ليبيا المحاضنة التربوية في تربية النشأة وتعليمهم، وحتى مع تطور العصر وانتشار المعاهد والجامعات بقى لهذه الزاوية الدور الأكبر بحسب المتابعين في التربية والتعليم. المزيد في سياق التقرير التالي. ظلت الكتاتيب والزوايا المحضنة التربوية المكمل بعد الأسرة في مجتمعنا الليبي لكونها المدرسة التقليدية الأولى قبل إنشاء المدارس التربوية الحديثة التي عرفها الآباء والأجداد. وتعتبر الكتاتيب المؤسسة التعليمية الوحيدة آنذاك التي يتلقى فيها الناشئة تعليمهم على يد شيخهم شيخ الكتاب، الذي من جهته يزرع في نفوس طلابه القيم الإسلامية النبيلة إلى جانب التحفيظ وتعليم العلوم المكملة كالحساب والقراءة والكتابة والعلوم القرآنية والفقهية. وبعد التطور الذي شهدته البلاد ونشأة المدارس الحديثة والمعاهد والجامعات، بدأ الإقبال على الكتاتيب محدودا على عكس ما كانت عليه في العقود السابقة، إلا أنه سرعان ما عادت الكتاتيب إلى دورها السابق في تحفيظ وتعليم القرآن الكريم إلى جانب المدرسة التربوية الحديثة، وأصبحت الرذيف التعليمي بسبب الضعف الذي اعترى المدارس الحديثة في العقدين الأخيرين، وأضحت محضنا تربويا لا غنى عنه. فمن خلال الدور التربوي للكتاتيب الذي يساهم في مشاعرها الاحترام الذي يوليه الطالب لشيخ الكتاب، والدور الاجتماعي الذي تلعبه داخل الحي أو القرية، واستغلال الثقة التي يضفيها أولياء الأمور لمشايخ الكتاتيب، وذلك بتوجيه أبنائهم لها لتعلم الأدب والقرآن من مشايخهم الذين صاروا قدوة لهم. ومن الضرورة التنسيق بين المدرسة التربوية والكتاتيب القرآنية وعدم تجاهلها من طرف الدولة، والاهتمام بها كغيرها من المؤسسات التربوية والثقافية لأجل نشأة جيل قرآني خلقه القرآن قدوة بخير الأنام بعيدا عن الانحراف والتطرف. وللمزيد حول الدور التربوي لمراكز التحفيظ للقرآن الكريم ينضم إلينا في الاستوديو الشيخ عبد الحميد الخوجة، محفظ بأحد مراكز التحفيظ. صباح الخير. صباح الخير أخي الكريم، يومك طيب إن شاء الله. في البداية، ما هو الدور التربوي في هذه المراكز تحديدا من عدة نواحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحب أن أشكر القائمين على هذا البرنامج المتميز، برنامج يوم جديد، على اختيارهم هذا الموضوع المهم جدا في مجتمعنا. في الحقيقة أحب أن ننوه إلى أن هذا الدور
يقع العبء الكبير فيه على محفظ القرآن الكريم، إذ أن رسالة المحفظ لازم لابد أن يعرف أنها بالإضافة إلى الرسالة الأسمى اللي هي تحفيظ القرآن الكريم أنه مربي. المربي لابد أن يكون يتسم ببعض الصفات، أهمها أن أهل المنطقة سلموا أبنائهم لهذا المربي، لابد أن يغرس فيهم هذه القيم الإسلامية من حب لبعضهم، الأخوة والتعاون، من تحملهم لمسؤولياتهم، يكون ذكيا في توزيع المهام، عندما يكون الطلبة في بعضهم يتنافسون يذكرهم بالتنافس في الخير ويبعدهم عن الأفعال السيئة. نلاحظ أن المراكز التحفيظ القرآن الكريم ولله الحمد فيها الكثير من المحفظين الجيدين والذين يتميزون بهذه الأفعال، والمناشط وتكرار المناشط في الرحلة مثلا يعلمهم تحمل المسؤولية وتوزيع المهام، أثناء الذهاب للمسجد يعلمهم النظافة والقيم الإسلامية واحترام الكبير في الصف الأول، طاعة الوالدين، يمرر بعض الرسائل عن طريق بعض الكبار في الكتاب. لابد أن يكون معلم أو محفظ القرآن الكريم يتعامل مع الطلبة بكافة مستوياتهم وأعمالهم، الصغار يعاملهم كالأب، يحنو عليهم، يرفق عليهم، القريبين منه يتعامل معهم كأخ أكبر، وبعض الطلبة يكونوا نفس السن فيتعامل معهم كالصديق ويكشفون له همومهم ويذهب إليهم في أفراحهم وتراحهم، يزورون المرضى. لابد أن يكون هذا المسجد أو رسالة الكتاب هو الإشعاع في هذه المنطقة، هو اللمسة الإيجابية. وطبعا لابد أن يقيهم نفس الشيء من الانحرافات والغلو والتطرف. هذه رسالة المحفظ الجيد بإذن الله نكون كذلك إن شاء الله. طبعا بالنسبة للخلوة عادة يعني الأب أو ولي الأمر لما يرفع ابنه للشيخ، هل فقط لتحفيظ القرآن الكريم أم يعني في مناهج أخرى تدرس مثلا كالأحكام أو الشريعة؟ فيما سبق أن هذا الأمر غير متاح، لكن ولله الحمد بعد ثورة 13 فبراير الآن أصبح الكتاب رسالته فاقت الرسالة السابقة، كانت قرآن كريم فقط وأحكام، الآن انفتح الأمر وأصبح بإمكان الشيخ أن يعلمهم بعض قواعد اللغة العربية، أن يعلمهم الأحكام، أن يعلمهم بعض المتون في الأحكام، ولكن هذا الأمر غير مضبوط الآن، وهذه هي المشكلة الآن. كل أحد يأتي ببعض المناهج ويعطي كذا، لابد أن يكون هذا الأمر مضبوط حتى لا ننحرف يمينا أو يسارا، يكون مضبوط بالدولة وبعلماء هذا البلد يعني. طبعا لوحظ على بعض من المشايخ أنهم يمارسوا العنف ضد الطلبة أو الدارسين للقرآن الكريم، يعني كيف نحن مثلا نقدر نوعوا هالمشايخ هذه، ودور مثلا الشيخ أن يوعي الشيخ يقول له هذا الشيء اللي يدير فيه روما غير صحيح؟ فيما سبق كان عندنا اقتراح حتى في بعض اللقاءات الخاصة بوزارة الأوقاف أن كل مدرس قرآن مع احترامنا له مع الشهادة التي أخذها في التحفيظ أو الإجازة لابد أن يأخذ دورة تربوية ولو بسيطة، لأن بعضهم أخذ الشهادة وعن جهل ببعض الممارسات الخاطئة فبدأ في العنف والضرب. يعني هل وزارة الأوقاف تمنع من عم باتن استعمال؟ نعم، إذا كان في بعض الشكاوى لوزارة الأوقاف تأتي وتدعي الشيخ وكذا، لكن ولله الحمد بعد الفترة الماضية قلت ظاهرة الضرب، وأصبح كثير من زياراتي الخاصة لبعض المشايخ الخلوات تتميز بالابتسامة وبالرفق وبالبرامج الترفيهية، والحمد لله يعني قل هذا الأمر، ونسأل الله أن يعني يقل بالكامل يعني. طبعا في من ناحيه مثلا اولياء الامور زي ما كنا حاطين ابنائهم في 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 يعني في المساجد ويتعلموا في القران الكريم ويحفظوا فيه وكذا، ولكن ما يتوافقش احيانا الوقت مع التعليم الاساسي، او الطالب لما يبدا يقرا مثلا من الصبح للعشيه، وفي طلبه يعني يجوا العشيه ولكن نفس الوقت تحديدا الوقت اللي يروحوا منه مدرسه من المدرسه يعني عادة طول يمشوا للخلوة، فالشيخ تلقاه مثلا يدرسين يقول له ما عنديش بيك علاقة، يعني الدرس اللي اعطيتك تحفظه، ما يهمنيش التعليم او الاستاذ في المدرسة شنو اعطاك وشنو ما اعطاكش. مدرس القرآن لازم ان يعي ان هذا الابن الذي جاء اليك بعد المدرسة وبعد انهاك وجوده في الخلوة مكسب. يعني لا نثقل عليه كثيرا، الامتحانات لابد ان يكون واقعيا وعنده حتى وابناء. فاحنا اول حاجه نهيب المدرسين ان يكونوا يعني رفقاء بالطلبه،
المهم أن يأتي ويدرس القرآن حتى في الخلوة فقط، لأن في فترة الشتاء الآن في دراسة وامتحانات والمناهج صعبة وربي يعين أبنائنا. لكن هنا يجب على الشيخ مراعاة، نعم يجب عليه مراعاتهم وإعطاهم بعض العطلات في الامتحانات والتواصل مع الآباء، وإذا كان في أي ضعف يقويه. ولكن بالإشارة إلى ذلك أن أغلب طلبة كتاب الله وحفظ كتاب الله هم متميزين في المدارس. طبعا من جانب هذا يعني من جانب في بعض من المشايخ يقوموا بإعطاء دورات يعني للطلبة في مناهجهم في المدارس، ممكن ليكسب وثقة يعني واستمرارية الطلبة في يعني تواصلهم داخل المراكز التعليمية. نعم قمنا بذلك. أو في المساجد. نعم قمنا بذلك في الفترة الماضية في فترة الجمعة والسبت، نعطي بعض الدورات التقوية في مثلا عندنا طالب اللغة الإنجليزية وفي الرياضيات نعطي فيهم. لابد أن يكون هذا كأنه بيتهم، يعني ينظفونه مع بعضهم، يتعاونون فيما بينهم، الطلبة يحبونه كما يحبون بيتهم أو أكثر، يعني هذه هي البيئة الحاضنة للطالب. وإلا في الشارع والإرهاب والتطرف والمناهج موجودة في الشارع ونخسر كل أبنائنا يعني. طريقة. طبعا بعض المشايخ يعني يتبعوا في طرق مثل لكسب واستمرارية الأبناء أو الأطفال في ذهابهم لمراكز التحفيظ للقرآن، كيف كل شيخ يعني عن شيخ يتميز في هذا الشيء؟ كان في مسابقة تقام الدوريات في الفترة نص السنة وفي الصيف، الرحلات إلى المنتزهات، مسابقات بين الكتاتيب والمتنافسين، مسابقات في الطالب النموذجي، الطالب الذي يأتي بالزي العربي نظيف الهيئة. وفي بعض المقترحات إلى تقوية هذا الجانب ببعض المؤسسات المفروض تكون ريعية، المؤسسات المجتمع المدني تقوم بهذه ترعى هذه المناشط حتى تبرز دور الراقي لهذا لطلبة كتاب الله. طبعا يعني وزارة الأوقاف، هل هناك بينها وبين وزارة التعليم اتفاق مثلا يكون مثلا من ناحية المناهج التي تدرس في المدارس مثلا؟ نتمنى أن يكون ذلك في مسابقة، لا أعلم، لا علم لي بذلك، لكن يجب أن تقوم بمبادرة وزارة الأوقاف مع علماء بلدنا، مع دار الإفتاء، مع وزارة التعليم، أن يخصصوا بعض الكتيبات والمناهج على المنهج الصحيح حتى تعطى للمدرسي القرآن، حتى لا يصير اعتراض من الآباء والأمهات. طبعا احنا ديما نكون في صفهم، لأن أحيانا يحط لك ابنه ويخاف، طبعا الأمور تو منفتحة، فلابد أن يكون الأمر مضبوط بضابط الدولة وضابط الوزارات الموجودة في الدولة. نعم الشيخ عبد الحميد خوجة، محفظ للقرآن الكريم في أحد المساجد، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ونشاهد بعده. تحت شعار رفع الأذى عن الطريق، انطلاق حملة نظافة تطوعية ببلدية الأصابعة بمشاركة الأهالي. أما الآن مشاهدينا نأخذكم في جولة لأهم أخبار البلديات في فقرة أخبار البلاد. قامت شركة المياه والصرف الصحي وبالتنسيق مع بلدية طرابلس المركز في شفط مياه الأمطار الراكدة في بعض الأنفاق المرورية داخل البلدية والعمل على حملة تنظيف سطح الكورنيش من المخلفات. في إطار التنسيق بين لجنة البنية التحتية للمجلس البلدي سوق الجمعة وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق طرابلس، تم تنفيذ إصلاح تقاطع مستوصف عرادة شارع العجلات، وذلك للتخفيف من الاختناقات المرورية كمرحلة أولى تنفذه شركة الأشغال العامة، على أن تشمل المرحلة الثانية صيانة الطرق وسد الحفر في العديد من الطرق الرئيسية والفرعية بالبلدية. قام أهالي محلة أبو زيان ببلدية غريان بزيارة إلى دار رعاية الطفل بمنطقة بوهريدة بطرابلس، تم من خلالها توزيع الألعاب والأوسمة ومواد قرطاسية ومواد غذائية وبعض المأكولات الشعبية على أطفال الدار.
أقيم ببلدية غدامس الملتقى السنوي لمتطوعي جمعية الهلال الأحمر فرع غدامس، وتضمن الملتقى عرض التقرير المالي والأدبي للجمعية خلال عام 2015، وعرض الأنشطة التي قام بها فرع الهلال الأحمر بغدامس خلال 5 سنوات الماضية. تتواصل بمسجد المراونة ببلدية جراء فعاليات مسابقة المراونة 5 للقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف التي تشرف عليها وحدة الأوقاف تجراء ويرعاها المجلس البلدي بالبلدية 2016، وذلك بمشاركة عدد من حفظة القرآن الكريم وبحضور مميز من المستمعين والحفظ الكرام أهل القرآن ببلدية تجراء. أقيمت بالمركب الإعلامي ببلدية الجربولي دورة تدريبية في مجال الحاسب الآلي على برنامج الوورد لعدد 32 متدربا للفئة العمرية من سن 10 سنوات إلى سن 15 سنة تحت إشراف إدارة الموارد البشرية بالمجلس البلدي الجربولي. انطلقت ببلدية الأصابع حملة نظافة تحت شعار رفع الأذى عن الطريق بمشاركة شباب وأهالي البلدية وبمجهوداتهم الذاتية. شملت الحملة طريق وادي حامد حيث تم نقل القمامة ومخلفات البناء، وتتواصل هذه الحملة لتشمل الأحياء السكنية والطرق الرئيسية والفرعية بالبلدية. ونبقى في أخبار البلديات، وللمزيد من التفاصيل حول هذه الحملة النظافية في الأصابع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد فوزي بوريبة أحد منظمي هذه الحملة. صباح الخير سيد فوزي. السلام عليكم. صباح النور يكون سعيد إن شاء الله ولكل الأصابع. عفوا سيد علي أبو ريما. سيد علي، بداية لو تحدثنا عن هذه الحملة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أولا نحب نشكر قناتكم الموقرة اللي اهتمت بهذا الحدث. نعم. ومقلاتها لتحفيز الآخرين على الاهتمام بالطرق ونظافة مدنهم. وهذه الحملة طبعا حملة إماطة الأذى على الطريق، حملة تنادالها شباب المنطقة في مدينة الأصابع وضواحيها، وكان هدفها الرئيس هي إماطة الأذى أو إزاحة الأذى على الطريق العام، وخاصة ونحن في مدينة الأصابع في منطقة الجبل الغربي، منطقة رائعة وجميلة وحفظنا الله بطبيعة يحتم علينا الامر الحفاظ عليها وبعد القمامه. وفي غياب العمال الموجوده اللي هي تضاءلت قليلا في المدن، اتجه الناس الى النظافه بانفسهم يعني بالعمل الذاتي، لا لشيء الا للحفاظ على النظافه واظهار مدنهم بالصوره الطيبه. وتنادى الشباب بمجرد ما بدأت الحملة وجدنا الكثير من الشباب من أهالي المنطقة صراحة فزعونا يعني بالعامية، وبسياراتهم الخاصة وبشاحناتهم وبآلاتهم الثقيلة وأصحاب المحلات التجارية. نعم. كل من عنده إمكانية فإن يقدم من الخدمة. أضعف الإيمان كانوا الحجاج والمشايخ الكبار بالدعاء والتحفيز ورفع الروح المعنوية، وبصراحة كانت حملة رائعة جدا. نتمنى أنها تتكرر في أكثر من مدينة وحتى نصل إلى ليبيا نظيفة وخالية من أوبئة ومن الأمراض. نعم سيد علي، هل كانت هناك مشاركة من الهيئة العامة للنظافة؟ والله لم يقصر أحد من أهالي المدينة بصراحة، سواء نعم. كان المكتب الإعلامي أو كانوا الإخوة العاملين في هيئة النظافة. بصراحة لم يكن حضورهم مباشر، ولكن بصراحة هي شاركوا ولو بجزء بسيط، فوجئ بها كثير يعني. نعم. ان الحمله كانت سريعه وكانت الهدف منها زي ما حكيت لك يعني المجلس البلدي بالاصابع هل كانت له مشاركه؟ والله المشاركه لم تكن مشاركه ماديه، ولكن كانت مشاركه معنويه وحضر
بعض الشباب من المجلس البلدي، وكان حضورهم بصراحة لرفع الروح المعنوية لا أكثر، لأن الإمكانيات نحن نعرف الإمكانيات، كل الليبيين يعرفوا الإمكانيات نعم. الموجودة يعني. سيد علي، هذه الحملة هل اقتصرت فقط على منطقة معينة أم يعني شملت كل المدينة؟ هذه الحملة هي الشرارة الأولى في الحملات، يعني هذه الحملة الأولى ولم تكن الأخيرة. بدأت بمنطقة وادي حامد، طبعا منطقة بها طريق زراعي ممتد يربط مدينة الصابعة بأكثر من مدينة إلى أن تصل إلى منطقة القزامة ومزدة والمناطق هذه، هذه طريق رابط لهذه المناطق، فبدينا به هو أولا، وحناخذ الطرق الرئيسية الأخرى في حملات قادمة إن شاء الله. ووجدنا كثير من الشباب اللي تنادوا ووضعوا خطط جديدة لهذه الحملة، لأن الحملة كانت حملة يعني بدون ترتيب مسبق من فترة يعني. كم تستمر هذه الحملة سيد علي؟ نعم أستاذ. هل هناك وقت زمني معين أم نهاية مفتوحة هذه الحملة؟ نصل إلى مدينة نظيفة بإذن الله. سيد علي أبو ريما، شكرا جزيلا لك. للاطلاع على العناوين العريضة للأخبار ومعرفة أهمها، وككل صباح نهز ملف غرفة التحرير اجتماعهم الصباحي لإنتاج الأخبار ولمعرفة أهم ما سيتم تناوله في النشرات من أخبار. ينضم إلينا من داخل الغرفة الزميل منصور. صباح خير منصور. صباح الخير علي، تحية لك وإلى الزملاء وإلى السادة والسيدات المشاهدين والمستمعين. ملفات أو اجتماع التحرير انفض قبل قليل، والملفات الأبرز في الجانب الميداني. ستكون هناك متابعات للوضع في مدينة بنغازي، في خاصة في مناطق بوعطني وصابري، وآخر التطورات في موضوع القصف وضحايا القصف العمودي او والجوي. ايضا لعل اللافت النظر في هو، وان كان جانب حقيقه خدمي ميداني، وصول شحنات الدقيق الى منطقه او مدينه بنغازي، ولكن الناس لا تزال تشكو من اقفال المخابز، وسنتابع هذا الملف ونحاول التحقق ما الذي يحصل بالضبط في مثل هذا الملف. ستكون هناك ايضا متابعات لمدينه جدابيه في محاور القتال والاوضاع العسكريه في هذه المنطقه. سنتابع ايضا الاخوه الزملاء في غرفه الاخبار سيتابعون ملف الجنوب حول ما يحصل واخر المستجدات حتى هذه اللحظه. الملف السياسي لعل الثلاث ملفات رئيسيه وثلاث جوانب رئيسيه سيتم تناولها. الموقف خاصة بعد اجتماع روما يوم أمس لم تتمخض بشكل واضح وصريح عن التعامل مع الملف الأمني تحديدا فيما يتعلق بتنظيم الدولة. الكثير من التصريحات تشير إلى قضية التخوف من أن تكون هناك خطوة جريئة في التعامل. لعل الموقف الإيطالي هو الأبرز، وربما مجلة الأناليزي ديفيزا الإيطالية لعلها اشارت الى ما سمته بالعد التنازلي، لذلك لعل هذا هو ابرز الملفات المطروحه. وربما سيتابع الاخوه والاخوات في غرفه الاخبار رصد حقيقي ودقيق للموقف في هذا الملف. في الملف الاخر ايضا هناك تصريحات حول مستقبل حكومه الوفاق المقترحه من البعثه الامميه، وهناك مقال في جريده لوفيغارو حول هذا الموضوع. ايضا لعل في خبرين ملفتين النظر، وهو قضيه ان في الواشنطن بوست اصدرت ايضا مقال بخصوص رفض عوده ابو ختاله المتهم في قضيه قتل السفير الامريكي، وربما رفع او توقيف عقوبه الاعدام الصادره بحقه. وايضا في ملف ذي صله او ذي صله ملف حجز النطق بالحكم في قضيه المعتقلين الليبيين في الامارات. ستكون هذه الملفات بشيء من التفصيل في نشاطنا القادم. ونختم بالمتفرقات، لعل الأبرز فيها هو ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية الأساسية. هناك ارتفاع ملحوظ وكبير في يشتكي منه كثير من الناس. سنتابع هذا الملف وسيكون فيه متابعات بشكل دقيق. هناك أيضا ملف الصحة، لعل غدا يوافق هو اليوم العالمي لمرضى السرطان ويكون وأيضا في متابعات ذات صلة أيضا بالملف الطبي. وأختم بشيء ربما مفرح، أحد أبنائنا في المقيمين في الخارج توصل إلى
اختراع او تعامل مع قدم تطبيق في الهواتف استعمال الهواتف الذكيه فيما يتعلق بموضوع الاخبار بشكل فوري. تابعوا هذه الاخبار واخبار اخرى في نشراتنا القادمه باذن الله. اليك علي. إذن هذه بعض من الأخبار التي تم مناقشتها في الاجتماع الصباحي داخل غرفة الأخبار. شكرا للزميل منصور، وإلى الأخبار الرياضية والتي سيقدمها لنا الزميل عبد الرؤوف. صباح الخير عبد الرؤوف. صباح الخير ليك علي. مباراة مرتقبة نعم كبيرة اليوم تحديدا بين الأهلي طرابلس وفريق أفريكا سبور العاجي. علي، أولا خليني نقول لك صباح الخير مني ليك ومن كل الزملاء في قسم الرياضة بقناة النبأ ولكل المشاهدين برنامج يوم جديد. نعم. زي ما أشرت حضرتك علي، اليوم في مباراة مرتقبة ينتظرها الجميع طبعا. الجميع أقصد هنا أحباء الكرة الليبية بشكل عام وجمهور النادي الأهلي بطرابلس بشكل خاص. يعني على تمام الساعة 4:30 ستنطلق هذه المباراة. هذه المباراة تأتي ضمن سلسلة مباريات تحضيرية أقيمت على ملعب طرابلس الدولي سواء كان لفريق الاتحاد أو لفريق الأهلي بطرابلس. الأهلي زي ما يعرف الجميع أن عنده مباراة مرتقبة الأسبوع المقبل ستكون في العاصمة المالية باماكو. طبعا الأهلي حسب ما وردنا من مصادر النادي أن المدرب جمال أبو نوارة سيركز في مباراة اليوم على القائمة التي ستخوض أو التي سيخوض بها بداية المشوار في المشاركة الأفريقية الأسبوع المقبل زي ما أشرنا في العاصمة المالية باماكو. الأجواء طبعا زي العادة حتكون أكيد يعني الجماهير الرياضية حاضرة في ملعب طرابلس الدولي، وفي مساعي حثيثة يعني من جانب وزارة الشباب والرياضة ومن كل المنظومة الرياضية الكروية في ليبيا بشأن رفع الحظر عن الملاعب الليبية وهو هدف المنشود، وهذا لا يتأتى إلا باستقرار العامل الأمني أو الوضع الأمني. كل ما نتمنى هو أن نشاهد مباراة في المستوى. فريق أفريكا سبور فريق يعني على مستوى عالي جدا، فريق معروف في قارة أفريقيا. اليوم يعتبر استعداد أو تحضير مهم جدا لفريق الأهلي، وسيخوض الأهلي مباراة ودية أخرى يوم السبت القادم مع نفس الفريق إن شاء الله. إن شاء الله. في الأخبار المحلية أيضا فريق أهلي بنغازي يستعد هو الآخر لانطلاقة الدوري في موسم جديد إن شاء الله، واللي حتكون حسب ما وردنا من مصادر الاتحاد العام الليبي لكرة القدم أن الدوري سينطلق منتصف هذا الشهر إن شاء الله أو نهاية هذا الشهر. فبالتالي الكل ينتظر والجميع يترقب عودة الدوري الليبي وعودة الحياة للملاعب الليبية. في خبر آخر أيضا فريق الاتحاد يواصل تدريباته واستعداداته فريق كرة السلة للمشاركة في بطولة دبي الدولية واللي حتكون إن شاء الله في هذا الشهر. عودة كرة السلة أيضا هي يعني مهمة جدا بالتوازي مع عودة كرة القدم. بالتأكيد سلة نادي الاتحاد يعني بوجود لاعبين مخضرمين وبإضافة أو تطعيم الفريق بلاعبين جدد وعناصر جديدة هذا شيء مهم جدا. البطولة زي ما أشرنا عليه ستنطلق يوم 13 من الشهر الجاري. فريق الاتحاد طبعا تحت إشراف المدربين الوطنيين صلاح السوكني وشكري البوعيشي على كل بطولة، يعني بطولة دولية بطولة دبي هي في نسختها 27 وزي ما أشرنا ستنطلق يوم 13 من الشهر الجاري بإذن الله. في أخبارنا المحلية أيضا الاتحاد العام الليبي للعبة الكيك بوكسينج تاي تايو كما يعرف بالملاكمة التايلاندية يعلن عن إقامة بطولة ليبيا الثانية والتي ستكون في شهر مارس القادم إن شاء الله للفئتين، فئة الكبار وفئة الصغار. الكيك بوكسينج هي أحدى رياضات الدفاع عن النفس للتعريف بهذه الرياضة. سبق أن ليبيا حققت يعني سبق هو الأول من نوعه بتحقيق الميدالية الذهبية في بطولة العالم في تايلاند. هذا شيء مهم جدا يعطي دافع ومحفز للاعبين الكبار وأيضا حتى للاعبين الشبان الصغار. فكل ما نتمناه هو التوفيق للأخوة في الاتحاد العام الليبي للعبة الكيك بوكسينج. نمشي للأخبار العالمية علي. نعم. الدوري الإنجليزي تقريبا. نعم. البريمير ليج الدوري الإنجليزي يوم الأمس كانت هناك مباريات مثيرة مهمة جدا. فريق ليستر سيتي حقق فوز مهم على فريق ليفربول بهدفين مقابل لا شيء. بطبيعة الحال هدفين سجلهما اللاعب اليافع الموهبة جيمي فاردي، خاصة الهدف الأول كان يعني غاية في الروعة. هدف اللاعب جيمي فاردي وأثنى عليه حتى الزملاء الصحفيين في قسم الرياضة بقناة النبأ. نعم. بالتحديد الزميل شريف تيكار. يعني ليستر يحلق عاليا في صدارة البريمير ليج برصيد 50 نقطة الآن
أيضا مانشستر سيتي بدوره وهو الفريق الوصيف حقق فوز هو الآخر على فريق ساندرلاند بنتيجة هدف وحيد. ساندرلاند يعاني فريق جريح، مانشستر سيتي لا يزال يحاول اللحاق بفريق ليستر سيتي. ممكن أن يحقق كلاوديو رانييري المدرب فريق ليستر سيتي المدرب الإيطالي شيئا ما هذا الموسم، يعني هو يسعى منذ مواسم عديدة ماضية لتحقيق اللقب في الدوري الإنجليزي. نعم، هذا كل ما لدينا من أخبار علي اليوم، ولمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية مع على مشاهدي قناة النبأ إلا متابعة النشرات الرياضية. طبعا بالتوفيق للأهلي طرابلس في مباراة اليوم إن شاء الله. عبد الرؤوف إشارة بس. نعم. علي أن قناة النبأ ستكون حاضرة من خلال تغطية من خلال مراسلات مباشرة من ملعب طرابلس الدولي، فأتمنى متابعة طيبة لكل المشاهدين إن شاء الله. عبد الرؤوف شكرا، ولكل الزملاء في قسم الرياضة. فاصل قصير والمشاهد بعده جولة ميدانية لمطار معتيقة الدولي لمتابعة سير العمل بالمطار ورصد لحركة الطيران. أهلا بكم من جديد، وإلى أخبار الرحلات الجوية بالمطارات الليبية، حيث ستقلع اليوم من مدرج مطار معتيقة الدولي بمدينة طرابلس 18 رحلة، منها 8 رحلات محلية، 4 رحلات إلى الأبرق، و3 رحلات إلى طبرق، ورحلة إلى غات. أما الوجهات الدولية التي ستنطلق من مطار معتيقة لهذا اليوم الأربعاء ستكون 10 رحلات، منها 5 رحلات إلى صفاقس، ورحلتين إلى إسطنبول، ورحلة إلى مالطا، ورحلة إلى نيامي، ورحلة إلى الخرطوم، ورحلتين إلى الإسكندرية عبر مطار طبرق. أما عن مطار مصراتة لهذا اليوم ستقلع منه رحلتين دوليتين إلى صفاقس. متعة السفر نتمناها لكل المسافرين عبر مطاراتنا الليبية ولكل رحلاتنا المحلية والدولية. سلامة الوصول. ونبقى في أخبار المطارات الليبية وتحديدا مطار معتيقة، حيث ينضم إلينا من هناك الزميل وسام الزواغي. صباح خير وسام. نعم صباح الخير علي لك ولكافة مشاهدين برنامج يوم جديد. نحن الآن داخل مطار معتيقة حيث يشهد توسعة هندسية جغرافية، نقلنا في الأسابيع الماضية التوسعة الداخلية التي طرأت على بعض الصالات مثل صالة المغادرة وصالة الاستقبال، تم إضافة العديد من المقاعد وتجهيز العديد من ممرات ترحيل المسافرين سواء كانت في الرحلات الداخلية أو الرحلات الخارجية. المشهد هنا داخل مطار معتيقة ما زال في طور التقييم وما زال في طور تشييد بعض المواقع الجغرافية الخارجية. نحن الآن في الموقع الجغرافي الذي سيشهد التوسعة لصالة المطار بالكامل بالنسبة لل بمحادات صالة الجمارك وصالة المغادرين بالنسبة للمسافرين والوافدين إلى مطار معتيقة سواء كانت رحلات داخلية أو رحلات خارجية. هذه التوسعة الآن ما زالت قيد الإنشاء، ما زالت بعض العمالة هنا تشتغل، هنالك تشييد لهذا الموقع الجغرافي بعد أن قامت شركة المدار بتنفيذ الخيمة المظلة المجهزة لهذه الاستقبال الحقائب. الآن العديد من الإنشاءات الجغرافية الهندسية هنا داخل هذا المطار شهد في الأيام الماضية توسعة بتشييد مسجد داخل صالة المطار عند المغادرة والاستقبال. وإذا اتجهنا إلى اللوحة الإلكترونية المخصصة بالتسيير الرحلات سواء كانت داخلية أو خارجية، ما زالت عديد من الشركات تشتغل هنا داخل المطار كشركة الخطوط الليبية وكشركة الأجنحة وكشركة البوراق. طرأت بعض التعديلات بالنسبة للرحلات في بعض الدول العربية، أقصد هنا دولة تونس مع الحظر الذي قامت به السلطات التونسية، حدثت بعض التغيرات هنا في تسيير الرحلات وفي الجدول المعد لتسيير هذه الرحلات إلى دولة تونس. عدا ذلك هنالك بعض التأخير في بعض الرحلات، رجحوا ذلك إلى بعض العوامل الطقس وبعض الاتفاقيات ما بين هذه الشركات سواء كانت من طرف ليبي أو من طرف بعض الدول العربية. نعم علي. نعم شكرا للزميل وسام على هذه المعلومات من داخل مطار معتيقة، شكرا جزيلا لك.
ومن أخبار الرحلات والطيران إلى أسعار العملات مقابل الدينار الليبي، حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي وكذلك اليورو في السوق الموازية، حيث وصل سعر الدولار عند إغلاقه مساء أمس الثلاثاء ل3.600 دنانير، أما اليورو فقد استقر عند 3.890 دنانير، بينما بقيت أسعار العملات الأخرى كالليرة التركية والدينار التونسي والجنيه المصري تظهر على الشاشة الآن حسب سعر المصرف والسعر الموازي لها. بالنسبة لأسعار الخضروات، سعر كيلو الطماطم دينار والنصف، وكيلو الخيار ب3 دنانير، والبطاطا ب2 دنانير، والبصل ب2 دنانير أيضا للكيلو، وكذلك الليمون ب2 دنانير. وبخصوص المواد الأساسية، فسعر طبق البيض ب7 دنانير، وسعر كيلو السكر دينار و500 درهما، وزيت الذرة ب4.5 دنانير، وزيت الزيتون ب7 دنانير للتر. أما عن أسعار اللحوم، وصل سعر كيلو الدجاج ل4.750 دنانير، واللحم الوطني ب20 دينار للكيلو، والأسباني ب15 دينار، ولحم البقر ب16 دينار، والإبل ب20 دينار للكيلو. أما الآن مشاهدينا، نلقي نظرة على أبرز درجات الحرارة المسجلة في عدد من المدن الليبية. يومنا الجديد انتهى لليوم، وتابعنا فيه الدور التربوي لمراكز تحفيظ القرآن الكريم وأثرها في توجيه النشأة التوجيه السليم. تحت شعار رفع الأذى عن الطريق، انطلاق حملة نظافة تطوعية ببلدية الأصابعة بمشاركة أهالي البلدية. جولة ميدانية لمطار معتيقة الدولي لمتابعة سير العمل بالمطار ورصد لحركة الطيران. لا ننسى مشاهدينا أن كل يوم هو يوم جديد، وبإمكانكم مشاركتنا بصور صباحية على هاشتاج يوم جديد. شكرا لكل المشاهدين والمستمعين، ونلتقي غدا في نفس الموعد. إلى اللقاء.